بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقدم نفسي الغادي حميد كصفة رئيس تعاونية السلام لتربية النحل وإنتاج العسل بجميع أنواعه. نهضر شي شوية على تربية النحل وعلى المشكل اللي وقع في النحل السنة الماضية اللي دازت. راه وقع مشكل في النحل، والسبب الرئيسي للمرض اللي وقع في النحل السنة الماضية راه السبب ديالو لباروة، السبب ديالو الباروة، وثانيا الإهمال مربي النحل. الإهمال ما كاينش واحد المراقبة دقيقة بالنسبة للخلايا النحل. النحل بقى دابا كما سماوه طوائف النحل هجرت جماعة، لا ما كاينش طوائف النحل هجرت جماعة. فكرة شي شوية، النحل بقى ينقرض يوم بعد يوم. السبب الباروة تكثرت في الخلايا النحل، وفاش تكثرت الباروة المربي النحل اللي مارش البال بقى النحل اللي ينقرض له كل يوم. مثلا تمشي لك واحد النسبة شغالة النحل. الحل سيدي، الحل خص مربي النحل اللي يرد البال مع المنحل ديالو ويراقب المنحل ديالو مراقبة دقيقة باش يشوف الباروة، خصو يعالج الباروة. البعد العسل سيدي، البعد العسل مزيان حاليا، مزيان عليه الإقبال. نعم، الأعشاب 150 درهم الكيلو. نعم، الخروب ثانيا 150 درهم، الزعتر 200 درهم، السدرة 150 درهم، الكاليتوس 100 درهم، الضغموس 300 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم لطيفة الحداد، تعاونية بيو زهرة من مدينة مكناس. حنا المهام ديالنا في تقطير وصناعة الزيوت والمواد التجميل الطبيعية. كنعصرو تنقطرو المقطرات بحال الورد، الزهر، أزير، الخزامة، ومن دوك المقطرات كنخرجوا منهم مواد تجميل طبيعية، كنخرجوا منهم شامبوان، كنخرجوا منهم الصابون البلدي، كنخرجوا منهم لي ماسك، لي غوماج، وحويجات اخرين. المواد ديالنا كنتقنداو ما سيدي من واحد السيده عندها فيرما صديقه ديالنا عندها في كازا، كتغرس داك الشي بيو. منها كنجيبوا المواد الاوليه ومن تاونات ومن جهه ديال افران. تنتقداو من تعاونيات اللي غارسين داك الشي طبيعي النيت، لان الشعار ديالنا هو مواد طبيعيه بدون مواد كيماويه. هذه جائزه ديال لالا مريم، كنا شاركنا في واحد المسابقه ديال مؤسسه لالا مريم وربحنا معهم جائزه للابتكار والتمييز لالا مريم. حنا خمسه ديال الخوت دايرينها عائليه، بيناتنا خوت كاملين. عندنا المقر، دايرين مقر البيع ومقر ديال التصنيع. ايوا الحمد لله، ولكن الفضاء المتنفس ديالنا الكبير هو هاد المعارض اللي كيفتحوا لنا المسؤولين. تنشكرهم من هاد المنبر هذا، والحمد لله على كل حال. الله يغلب البركه على الجريه كما تنقولوا. العفو سيدي. نيتي العرب الغرب، مستشار يعني تعاونيه اينزا، مستشار تعاونيه اينزا بجامعه الريتبه، دائره غفصي اقليم تاونات، جهه فاس مكناس. المنتج ديالنا الاصيلي وهذا هو يعني العسل الحر، عسل مرونه. هذا النوع هذا كيوجد في جبل ودكا، ما بين في اخر نقطه ديال تاونات، المنطقه ديال تاونات جبل ودكا، وكيوجد في جهه ديال الشمال، المنطقه الشماليه ما باب بريت، قريب على باب بريت. شحال كيدير الثمن ديالو؟ الثمن ديالو يعني 50000 فرانك، لان هذا اصيلي ما كاينش هنا في السوق، وخا دور فيما بغيتي. هذا حسن
نعم. علاش غالي بحال هكا؟ علاش السبب باش غالي؟ هذه العشبه هذه اللي كيرعى عليها اسنو، لان ذاك النوع هذا كاين في يعني كيوجد في شهر واحد، في شهر واحد ما تيكونش شي مراعي اخرى من غير اسنو. اما الاعشاب الطبيه والعطريه عندنا هذا الشيء ديال الزعتر حتى هو ديالي، عندنا يعني مرسيطه حتى هي ديالي، حتى هي يعني منتوج محلي، عندنا يعني منتا حتى هي منتوج محلي. هادو ديال الزيتون كتجمعوا انت طبيعي؟ كنجمعوا الطبيعي 100% يعني ديالي انا، كنتحمل جميع المسؤوليه ديالو ديالي وشكرا. وعندنا الزيت ديال سميتو ديال الزعتر ديال فليو، هذا الزيت ديال فليو، الزيت الروح ديال فليو، وعندنا الروح ديال الكاليتوبس، عندنا الروح ديال الكاليتوبس، وعندنا الروح ديال الزهر، وهاد الزيوت خلاص يعني تما راه كان ممكن ما كتشوف يعني المهم يعني هذيك متنوعه.